ومرحبا بكم في قناتكم قناة شافخوخة. اليوم وصفة اليوم هي القرناع. قرناع؟ نعم هذا اسمه قرناع في الجزائر، أما في الدول العربية الأخرى من فضلك مكتبوا لي في التعليقات ما اسمه. أوكي اليوم سأريكم طريقة جديدة، طريقة جد مفيدة لكي تحتفلين بهذا النوع من الخضر أبيض ناصع البياض، فيبقي معي شاهدي الفيديو الأخير وما تنسايش ضغطي زر لايك وكذلك شاركوا في القناة إذا كنت أول مرة تشاهدي هذا الفيديو. ومرحبا بكم جميعا، أهديكم هذه الورود الحمراء. أعشاب الدارة، أني غرس القصبر، أني لها الأعشاب الدارة، ها هو القصبر. وفي بعض من المشتركين الأعزاء سألوني عن القطط كيف حالها، فقررت نصور لكم بعض اللقطات، ولكن طرأ تغيير عجيب. أتذكرون هذا القط القبيح يعني مثل ما بنقولوا في الجزائر؟ انظروا أخذ القط الصغير أكل الكبير. لما شاهدت الفيديو تاع القط هذاك كي ضرب القط الصغير، غادي نخليكم رابطها في صندوق الوصف، فشوفوا كيفاش دارت عليه هذا القط. وتنيرفا تنيرفا يعني عصب بزاف وباغي يدي حقه. بعد ما لعبت معاه شوية عطيت له حقه وخرجتهم ياكلوا في خاطرهم بدون إطالة. ما طولش عليكم بزاف، ندخلوا إلى طريقة تنظيف القرناع وكيفية الحفاظ عليه وكذلك تحضير الطيب طاجين قرناع مجمر. يا سلام، ويلا نبدأ. أول حاجة نبدأ بها هي تجهيز إناء فيه ماء عادي من الحنفية، ثم تقطيع الليمون، وهذا الشرط أساسي يكون حاضر معك الليمون والخل. هذه هي، أضع شرائح الليمون في الماء واهم حاجه لازم تكون عندي عندما يحضر القرناع هي هذه القفازات ليغونات، لازم يكونوا معايا، لانه مره يعني نقيت هذا نظفت القرناع واصبحوا يدي يعني اصابعي كارثه. وانا من اشد المعجبين ومحبين هذا القرناع، والعكس صحيح اكيد لاني اكره حتى تنظيفه، ولكن بهذه الطريقه سهل علي كل شيء، وحتى اني اصبحت احب تنظيفه بعد ما جربت هذه الوصفه تاع كيف يحافظ على بياضه حتى لو وضعته مده ساعه في المطبخ بدون يعني بدون ادخاله للمجمد، سيبقى ابيض ناصع البياض ولن يسود معك. فقط ابقي معي وشاهدي الفيديو لكي تستفيدي اكثر. هو أسوأ ما يقابل المرأة في المطبخ بعد الطبخ هو تنظيف المطبخ يعني ذلك يجب أن تتفادي بعض الكركبة، بعض المخلفات على الخضر وكاع ما ترمش في الأرض، وكذلك فوق الطاولة ما تكونش مزربعة. فهذه هي، لازم تكون عندك النظام باش تي ترتاحي أكثر وتكون نفسيتك مرتاحة. لازم كي تنظفي حاجه لازم تكوني مجمعه، هذه نصيحه قالتها لي الدكتوره طبيبه ربي يحفظها، لاني كانت فيا طبيعه دائما ننقي الخضره ولا نعمل اي حاجه وانا واقفه، يعني نقعد بالساعات وانا واقفه حتى اللي مرت وليت كي نوقف يعني رجلي حاجه كم يحرقوني، فوليت نيفيتي يعني اتفادى ان اقف خاصه عند تنظيف الخضر. هذه هي، بعد ما راني ننظف فيه شوفوا كل شيء راه منظم، حتى هذيك الاوراق تاع القرناع ما طاحت لي لا في الارض ولا حتى في فوق الطاوله، مباشره في البورصه يعني في الساشي. بعد ما نظفتها بهذا الشكل، وتقدري تنظفي الشعر تاعها بالملعقه يعني بالمغرف او المعلقه المهم غادي مباشره نحطها في الاناء اللي فيه الماء والليمون والخل، وسأريكم هذه العفسة اللي درتها يعني الطريقة اللي تخلي القرناع تاعك أبيض ناصع البياض وما يسودش أبدا. فابقاي معايا بعد ما نكمل كامل هذو الحبات. شوفوا شو غادي نضيف لهم، غادي نضيف لهم 2 ملاعق كبار من الدقيق الأبيض بهذا الشكل على حسب كمية القرناع اللي يكون عندك، إذا كان عندك أكثر ضيفي حتى 4 ملاعق.
وكنت هنايا صفيت الماء من القرنع وحطيته في اناء على النار، بعد ما غلى غادي نحط القرنع في وسطه، يعني هذا نفس الماء اللي كنت حاطه فيه القرنع، نغليه معاه واحد الدقيقتين اذا كنتي حابه يعني هذا القرنع تحتفظي به في المجمد، مده غليانه دقيقتين فقط، واذا كنتي تريدين طهيه مباشره خلي حتى الاربع دقائق. اتركه يغلي على نار هادئه واقوم بتقطيع البطاطا، ولتحضير طاجين القرنع بالبطاطا اكيد نحتاج البطاطا. بعد ما غسلتها غادي نقطعها الى قطعتين ثم الى اربع بهذا الشكل. وبعد مرور حوالي 4 دقائق من غليان القرنع أقوم بنزعه مباشرة تصفيته ووضعه في الماء عادي من الحنفية بهذا الشكل، وإذا كنت تريدين الاحتفاظ به في المجمد ضعيه في ماء متلج، يعني يكون مجمد. واليوم ما غاديش نحضر القرنع هذا في طنجرة الضغط أي الكوكوت، لا غادي نحضره في هذا الطاجين، كما أن للماء هذا متعدد الاستعمالات، لأني وضعت فيه الدجاج بدون وضعه في النار وهو ساخن، وضعت الدجاج لمدة 5 دقائق، ينقع في الليمون والخل كما تعرفون لكي تروح تلك الرائحة الزنخة من الدجاج. ولاحظوا أنني تعمدت تصويره بعد ذلك، بعد ما جهزت البطاطا وقطعتها ووجدت الدجاج، وشوفوا حتى الآن ما زال أبيض، يعني مازال محافظ على البياض تاعه وما سويتش، يعني ما ولاش كحل. هذه هي، نجيب الطاجين تاعي ونحط فيه قليل من الزيت، حوالي ربع كاس من الزيت بهذا الشكل، ونحط الدجاج، يعني اضع الدجاج على الطاجين ونخليه يتقلى على خاطره. نحتاج كذلك إلى حبة بصل، قم بتقطيع قطع صغيرة واهم حاجه في الطبخ انك تقلي الدجاج جيدا مع البصل لكي يعطي الحلاوه في الطبخ تاعك. لاحظي جيدا بعد وضع الملعقه على البصل والدجاج انه لم يلتصق معي في القاع، لماذا؟ لان النار هادئه جدا، ويعني اهم حاجه في الطبخ ان تكون النار هادئة جدا. بعد ما تعسل معي البصل وداب بهذا الشكل والدجاج كذلك، اضع ملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة وقليل من الماء، ثم اضيف التوابل، والتوابل هي ملح، قليل من الملح والكركم، فلفل احمر وفلفل اسود، وقليل فقط من الزنجبيل. هذه هي مكونات التوابل فقط.
وضعت حوالي كأسين من الماء، وذهبت لأحضر ورق الغار واسمه في الجزائر الرند. شوفوا البابوش من راه. أضع ورقتين من الرند على المرق وأقوم بوضع البطاطا بهذا الشكل، ثم أضع حبات الجرناء فوقها. وملاحظة هنا، قد وضعت نصف المرق من تحت ونصف الثاني وضعته فوق الجرناء لكي يتشرب كل النكهات والتوابل، ثم أغلق عليه من فوق الغطاء وأتركه لمدة ساعة كاملة على نار هادئة جدا. سر بنة الطبخة لما تطيب على نار هادئة. بعد مرور ساعة، يعني شوفوا حتى المرق ما نشوفش معها، ذقت الجرناء يدوب في الفم، ذوقه رائع. وكان مسات مني وضعت بقليل من الزيتون، بعض الحبات من الزيتون اللي كنت خدمتها معاكم قبل، يعني اعطى لها ذوق رائع جدا. وحتى المرق يعني حافظ على سماكته، شوفوا الله يبارك، ثقيل وحلو لدرجه ما تصوريهاش، وكانك طبختي هذه الوصفه على الجمر. ننصحكم تجربوا هذه الوصفة على النار هادئة جدا. ما تنسوش تهلاو في روحكم. سلام.